وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: واحد كان بيكلم زوجته على الواتس واشتد الكلام بينهما وقال اعتبري نفسك طالقة، وسأله عن يتفق انه يهددها فقط، فماذا عليه؟ عليه اولا ان يتقي الله عز وجل، وعليه ثانيا ان يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحة: يا ايها الناس اتقوا ربكم، وقال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الامر الثالث ان رجولة الرجل في بيته وقوامته ليست بلفظ الطلاق ثم بعد ذلك يحنث فيه او يبدا يرجع فيه ويبحث عن الفتاوى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم. فمما فضل الله الرجال على النساء العقل والرجحان والحكمه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وإن كثيرا من الناس أحيانا يتكي على لفظ الطلاق ثم لا يستطيع أن ينفذها بعد ذلك، ولدينا كثير من القصص، ومنهم من نواها أكثر من 3-4 مرات وما زال يعيش مع زوجه رغم أنه قد أفتي بأن حياته معها حرام، لأنه قد نواه الطلاق عينا ولم يكن يهدد. فنقول لهذا الأخ: جزاك الله خير، إذا أردت أن تهدد وتربي الزوجة ليس بهذا. بعد ذلك الإنسان الطلاق له ألفاظ كنائية وألفاظ صريحة، وهو هذا من اللفظ الصريح، ولكنه على نيته، فإن كان ينوي به اليمين والتهديد فإنه عليه أن يكفر كفارة يمين مع التوبة النصوح وعدم العودة إلى ذلك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، كما قال الله عز وجل موضحا ذلك في سورة آل المائدة فيما يخص حكم اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يرد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتوب ويكفر عن يمين. أما إذا كان قد نوى الطلاق فعلا فتكون زوجه قد طلقت منه وتحسب له الطلقة ما عدا الطلقات السابقة، وعليه أن إذا أراد أن يرجعها أن يفتوا في ذلك وأشهدها: أشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والله المستعان، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.